السلام عليكم. نبدأ قولي بسم الله. نبدأ خياتي في سلسلة الأكلات الصيفية. جبت لكم وجبة خفيفة تصلح للعشاء أو الغداء أو حتى تدوها معكم على شاطئ البحر. نسحقوا فيها كمية من البيض، كمية من الباتي، عندي هنا زيتون أسود مقطع قطع صغيرة، كمية من جبن مبشور وجبن قطع، عندي شوية بصل مدبل، عندي قطع صغيرة تاع طماطم، عندي نص كاس تاع الزيت، كاس تاع حليب، زوج كيسان تاع فارينة، عندي ملح وفلفل كحل وشوية خميرة كيميائية، وعندي شوية معدنوس. نحكمو ان ريسيبيون، نكسرو فيه هذوك حبيبة تاع ولاد الدجاج. انا هنا استعملت 5 حبات بيض حجم متوسط، اللي عندها حجم كبير تستعمل 4 حبات. ضفت عليها هذاك نصف كاس تاع الزيت، وزدت عليه كاس تاع حليب. نخلط الخليط مليح بواسطة الفوي، نزيد عليه ملح وفلفل كحل، ونبدا نغربل الفارينة. هنا الكاس الاول راني غربلته، نخلط جيدا باش نتاكد بلي ما عنديش الحبيبات والخليط تاعي تخلط مليح. ومن بعد نبدا نضيف في الكاس الثاني غير بشويه. هنا خياتي سا ديبون الفارينة، دا كانت تشرب تكتفي بزوج كيسان فقط، ولا شتوها ما تشربش تروحوا حتى لزوج كيسان ونص تاع فارينة. المهم الخليط تاعكم اللي تحصلوا عليه يكون كيما تاع الموسكوتشو، نفس الشيء، ما خفيف ما ثقيل. هنا زدت هذاك الكيس تاع خميره كيميائيه، زدت غربلته هو كذلك، باسكو ميم دي فوا الخميره الكيميائيه ويجي فيها واحد الحبيبات، صافي لازم نحلوهم شويه. هاي ليك نخلط الخليط تاعنا مليح. وهنا كما راكم تشوفوا خياتي، ما استحشت باش ندير زوج كيسان كاملين، درت زوج كيسان غير 4. شفت الفارينه تاعي تشرب، وانتم خياتي نعاود لكم، اذا شفتوا الفارينه تاعكم ما تشربش تقدروا تروحوا حتى لزوج كيسان ونص. هنا بعد ما خلطت مليح وامتزجت معايا الخليط كامل وتاكدت بلي ما كاش حبيبات، بديت نزيد في هذوك الاضافات اللي هما طماطم مقطعه قطع صغيره، عندي باتي، هنا باتي فوراي مقطع قطع صغيره، زدت تانيك زيتون اسود مقطع تانيت قطع صغيره. وهنا الاضافات خياتي حسب الرغبه تاعكم، اللي تحب دير قطع تاع الجزر تفورهم، تقطعهم رقيق وتفورهم، كل وحده والذوق تاعها. زدت الكميه تاع المعدنوس، وزدت الكميه تاع البصل اللي كنت دبلته شويه زيت شويه ملح. وهنا حكمت هذيك القطعه تاع فرماج سريع الذوبان، تقدروا تستعملوا هذا ولا تقدروا تستعملوا فرماج تاع لي بورسيون، ثاني نفس النتيجه. نقطعوا قطع صغيره ونزيدوا للخليط تاعنا. وهنا خياتي نستغني على الفوي، نبدا نخلط الخليط تاعي بواسطه ملعقه حتى يمتزج كاع الخليط تاعي مليح مع هذوك الاضافات. وهنا نكونوا مسخنين الفور تاعنا على درجه 180 درجه، نجيبوا ان بلا اللي يدخل للفور، نكونوا مفرشين فيه ورق الطهي او بابي كويسون، مهم جدا خياتي ديروا بابي كويسون باش الفطيره تاعكم ما تلصقش. نفرغوا فيها هذاك الخليط ونسووه مليح، وهذوك القطع تاع الفرماج نسووهم مليح، نوزعوهم على جميع الاطراف. هنا نجيبوا فرماج مبشور ونزيدوه هو تاني، نوزعوه على كامل الفطيره تاعنا. وكاضافه خياتي هنا عندي شويه زعتر حكيته بيدي ودرتو من الفوق، وندخلوا السنيوه تاعنا في الفرن طيب من تحت، كي نشوفوها حمرت في الجوانب نزيدو نحمروها من الفوق. وهنا في الاخير خياتي بعد ما طابت الفطيره تاعنا، كما قلت لكم حمرناها مليح من تحت وزدنا حمرناها من الفوق، نروحوا نقطعوها قطع حسب افراد الاسره تحبوا قطع كبيره ولا صغيره. وهي النتيجه اللي تحصلنا عليها. واش نقول لكم، طريقه جديده والبنة ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.